كرة خطيرة عبد القادر ياسر يلعبها في مكان جيد، ممكن أول أهداف، ممكن أول أهداف، أول أهداف، أول الأهداف لعبد الرحمن الحراسي، هدف أول للسيلية. نعم كرة مرتدة عبد القادر الياس، هيأ كرة، قشر كرة صح لمصلحة عبد القادر الياس، فوزي عايش قطعها وحولها لعبد القادر الياس أمام المرمى وياخذ كرة ويلعبها لعبد الرحمن، عبد الرحمن جول، عبد الرحمن جول، عبد الرحمن جول. وسجل الثاني، لكن المجهود الرائع جدا من عبد القادر الياس، واحدة من الكرات المرتدة لمصلحة فريق السلية عملها صح بشكل جيد عبد القادر، خلف كرة كسب فيها مساحة، تقدم للأمام وأرسل كرة مرة ثانية بعد أن هيئ في هذا الموسم لأن الدوري كان رائع وجدي. يلعبها جول، يلعبها جول، واحدة من الكرات وجدي معزي يلعب كورة ويقلص مع الفارق لفريق مسمير. العودة الجميلة بعد خروج حارس المرمى جوميز غريغوري، وجدي بوعزي يلعب كورة بسرعة باتجاه المرمى، وجدي واحدة من الكرات بالمسافة أول، واختبار صعب إلى حتى الآن، كرة ملعوبة لها بالراس وكرة ملعوبة، جول، جول. توج عطائك يا عبد القادر الياس بهذه الكرة، عبد القادر الياس يسجل الثالث وينهي على هذه المباراة، لعبة ملعوبة رائعة جدا، واحدة بالراس، نعم كرة راسية من جانب مصطفى عبد الحميد.